في هذه الدورة التكوينية انطلاقا من الحاجيات اللي كترهن عليها سواء الشركاء الاستراتيجيين اللي هما الجامعة الوطنية للتخييم واللي كذلك وزارة الشباب والرياضة مصلحة التكوين اللي أبات باش تحقق هذه الرغبة أو هذا الخصص اللي كاين على مستوى هذا الجانب. فانطلاقا من هذا الخصص اللي كاين فحاولنا نستمروا هذه الدورة في الإطار العنصر البشري اللي كنعتبروه هو العمود الفقري ديال العملية التربوية والعملية التشريعية داخل المخيم. فراهنا عليه بمعية أطر مختصة بخصوص تقنية التصوير والسينما والمونتاج. كنشكر وزارة الشباب والرياضة على التدريب اللي دارونا التدريب ديال التخصص وهي امتداد الموسم الماضي. كنت شاركت في إحدى التدريب وين هذا العام الحيت باش نشارك في تدريب تخصص ديال السمعي البصري حيث عنده واحد الدور قوي في المخيمات حيث عندنا نقص في هذا المجال. هذا كنديروا مجموعه من الانشطه متميزه وكبيره ولا اللي غادي يوثقها لنا ولا اللي غادي يدير لها البيبليسيتي والاشهار ما كاينش. ربما جيت اللهم لك الحمد لقيت اوتور اللي ينفعونا بزاف وعطاونا داك الشيء واخا حنا مازال مبتدئين ولا اللهم لك الحمد شدينا داك الاساس الاوليه ومن بعد نمشيو نخدموا في هذا المركز ديال عين السبع. نظمت وزارة الشباب والرياضة هذا التدريب هذا بخصوص المتدربين الأطر التربوية ديال المخيمات الصيفية. التخصص بالضبط هو السمعي البصري. تعلمنا كيفاش نديروا المونتاج، كيفاش طريقة التوثيق، طريقة التصوير، وهاد الأمور هذه نظرية درناهم أمور نظرية وتطبيقية، والتطبيقية منها هي الأمور اللي غادي نقدروا كمؤطرين وكمدربين أننا نستخدموها داخل المخيمات الصيفية.